نتفق إن الهدية تدخل السرور على القلب وتجلب المحبة، لكن من ناس الناس يختلفون بإعطاء الهدية الطريقة. فبعض الناس اللي جاي يقدم لك هدية حطها في علبة فخمة، علبة زينة، وعطرها وزينها وعطاك إياها، وبعض الناس اللي جاي يعطيك هدية حطها لك في كيس عادي وعطاك إياها. طيب أنت لا تناظر في الظاهر، هي الهدية الجوهر، الجوهر اللي عطاك إياه. فأنت خذ الأصل اللي هي الهدية، وين اختلفت طريقة التقديم كذلك النصيحة. خذ النصيحة، وما عجبتك طريقة تقديم النصيحة لك خذ، هي نصيحة. كان بعض الناس اللي جاي ينصح نصح بجلافة، إذا شافك تقبلت بصدر رحب وابتسامة ينحرج منك حتى يتغير أسلوبه وتأثر عليك.